هو طبعا فوز حلو جدا عشان بالذات على المنافس بتاعنا الاول اللي هو الزمالك، والحمد لله اللعيبه كلهم كانوا رجاله والحمد لله كسبنا، عملنا مقسم حلو. وفي اخر الدوري كان لازم نكسب الماتش ده وكده عشان نحسم الدوري، والحمد لله كسبنا. لا 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 مش عشان بابايا ولا حاجه، هو الكره ما فيهاش كده، ومش عشان ابن وحشيمه ولا حاجه، هو بابايا ساعدني كتير وانا عندي الامكانيات ان انا ابقى يخليني ابقى لعيب كويس وكده، بس هو الكوره ما فيهاش عشان ابن حد ولا في ابن شوبير اللي عامل ماتش عالمي وان شاء الله هيبقى في منتخب 99، والكوره ما فيهاش عشان الاب وكده، ان شاء الله بالاجتهاد وكده ان شاء الله عايز ابقى الفتره الجايه او كمان سنه ابقى مع الفريق الاول واشارك معاهم في التدريبات وان شاء الله الماتشات. كان بيحطني تحت ضغط عشان الصحافه وكده، والحمد لله هزتهم غلط قريب جدا. طموحي اصعد فريق اول قريب ان شاء الله، ابقى اشارك معاهم في ماتشات وديه تمارين وكده، اخد خبره وان شاء الله ربنا يكرم. Let's go!